سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم افتح لي أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب الرزق وأبواب العلم وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. يا الله فانصرنا فإنك خير الناصرين. يا الله وارحمنا فإنك خير الراحمين. يا الله اللهم إنك عفو كريم العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا رب العالمين. يا الله وارزقنا فإنك خير الرازقين. يا الله فإنك خير الغافرين. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم اني اسالك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمه وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا وصبرا جميلا واجرا عظيما ولسانا وذكرا وبدنا مشكورا مشكورا وذنبا مغفورا وعقلا مستجابا وجنات فردوس النعيم مقيما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا حل المشكلات اللهم يا دافع البليات اللهم يا شافي الامراض اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا ارحم الراحمين. امين. پاک پروردگار عالم تیری پاک بارگاہ میں دعا کے لیے عطا فرمانا. آمین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس مسوا پیش کرتے ہیں منظور فرمانا. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ پاک اس کار خیر میں برکت و رحمت کا نزول فرمانا. اللہ پاک زمین آسمانی آفات و بلیات محفوظ فرمانا. یا اللہ پاک اس کار خیر میں یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے لیے یا اللہ رزق حلال برکت و رحمت والا نزول فرمانا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على کل شیء قدیر. صلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.